جاء رجل فدخل إلى المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقام فصلى ركعتين، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم جاء فسلم، فقام فصلى، ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. وكان الرجل يصلي صلاة لا يحسن فيها الركوع والسجود، طالع نازل طالع نازل بسرعة، من ركعتين ما فيها روح. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر. قال: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. العلماء يقولون حتى تطمئن راكعا، شو يعني؟ على الأقل على الأقل حتى إيش؟ تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم وبحمده على الأقل. أوقات واحد بيركع بيطلع ما بتحسه قالها. وتأمل في قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الإشارة بهاللفظ، قال لك حتى تطمئن، ما قال حتى يستوي ظهرك راكعا، حتى تطمئن، حصلت لك الطمأنينة بالركوع، ما أنت بالصلاة ترتاح، أريحنا بها. قال: ثم اسجد حتى، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أتطمئن قلبك بالسجود؟